عندما تشاهده عن كثب تتجلى أمامك ملامح الحضارة والمهابة في آن واحد. جامع الصالح جاء نتاجا لحضارة يمنية إسلامية عريقة، ومجسدا لمفهوم إسلامي عظيم بأن يكون المسجد هو الجامع والجامعة والمدرسة والمكتبة العلمية. فبعد أدائنا لصلاة الظهر في الجامع قمنا بزيارة إلى متحف الصالح الذي يحمل اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. فكرة إنشاء المتحف ليست وليدة الأزمة، ولكنها فكرة قديمة متزامنة مع بناء الجامع. ومثل ما ترى في المتحف يعني مقتنيات لها من بداية رئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح من السبعينات الثمانينات، وكانت محتفظة بكل ما تعني الكلمة. يعني المسجد هو للصلاة وللعبادة ويضم الكلية ويضم متحف ويضم المسجد، يعني يعتبر قلعة إسلامية تاريخية. هذا المتحف بدأ بجناح العصي الخشبية المزخرفة والسيوف المذهبة التي أهديت للرئيس صالح من الملوك والرؤساء في فترة حكمه. كما تضمن هذا الجناح خناجر قديمة، لعل أبرزها هذا الخنجر الذي أهدي من الخليفة الإسلامي عمر بن عبد العزيز لوالي اليمن. علاقات الرئيس صالح كرئيس لليمن آنذاك مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة مثلت إرثاً حضارياً وتاريخياً يكشف متانة العلاقة وحجم الاحترام والتعاون. ففي هذا الجناح تم عرض الهدايا الثمينة التي قدمت للرئيس صالح من الملوك والرؤساء والأمراء. وفي هذه الزاوية تجلت اهتمامات الرئيس صالح بمساندة القضية الفلسطينية التي ظل يحملها على عاتقه طيلة فترة حكمه. معظم مقتنيات المتحف عكست الحضارة الإسلامية العريقة من خلال التحف الإسلامية التي أهديت للرئيس صالح، إلى جانب المصاحف الشريفة التي كان يقتنيها ويحرص على شراء وتجميع النادر منها. التفاصيل هنا كثيرة، وكل قطعة في هذا المكان تحكي قصة مثيرة وكبيرة. فهذا القلم قد وقعت به معاهدة ترسيم الحدود اليمنية السعودية، وظل الرئيس صالح يحتفظ به شاهدا على حكمة اليمنيين في تجاوز خلافاتهم. كل ما يوجد في المتحف يبين علاقة دولة ذات سيادة بجيرانها بأصدقائها، هي تاريخ بيدنا يجب علينا الحفاظ عليه. أثناء تجوالنا لفت انتباهنا هذه المعروضات، بعض ملابس الرئيس صالح التي كان يرتديها في جامع دار الرئاسة عندما تعرض وكبار قيادات الدولة لمحاولة اغتيال بشعة لم يشهد لها التاريخ مثيل. هذه العلب الصغيرة احتوت على شظايا خشبية وحديدية تم إخراجها من جسد الرئيس صالح. ستظل شاهدة على جريمة اغتيال وطن كادت أن تودي باليمن نحو الهاوية لولا حكمة الرئيس صالح. هذه المقتنيات تدفعنا لاستعراض شريط الذكريات والتي تحكي أحداثا مثيرة عن مسيرة زعيم. محمد العميسي، قناة اليمن اليوم، صنعاء.